صح واضح بان التغيرات في المناخ عندها واحد الانعكاسات جد سلبيه على البلاد ديالنا وعلى البلدان على العالم ككل. تعرفوا بان بعض الناس يقولوا 90 مليون تاع الافريقيين اللي في 2100 خصهم يتحولوا ما يبقاوش في المحل فين هما على ود هاد التغيرات. كاين مدن اللي غادي يغرقوا، كاين اراضي فلاحيه اللي ما تبقاش صالحه لاي شيء، فلا بد خصكم واحد التعبئه تاع الجميع. بالطبع كاين الحكومات راهم حتى تكون واحد المناقشه بيناتهم، التفاوض بيناتهم باش كلشي ينقص يقلص من داك لي زيميسيون تاع لو غاز سي او 2. ولكن في نفس الوقت كاين ايضا خص تكون واحد الحلول محليه، وهذا هو الدور نتاع المجتمع المدني، هذا هو الدور نتاع واحد المؤسسه بحال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وفي هذا الاطار هذا الاسبوع الجاي غادي تكون واحد الجمعيه العامه نتاع المجالس الافريقيه. وحنا عند المغرب غادي تراس هاد الجمعيه هذه، والموضوع اللي خدينا اللي غنشتغلوا عليه في هاد السنتين هو ما هو تاثير هاد التغيرات المناخيه على المواطن الافريقي. اذا غادي نمشيو لكل البلاد اللي فيها هاد الجمعيات هاد المؤسسات هادو كالمجلس والمجالس، وعنطلبوا لهذا المواطن الافريقي كيفاش هو تيشوف هذا التغير المناخي، شنو انعكاسات عليه، وشنو هما الحلول المحليه. وهذه القضيه هذه تتمشي واحد المراقبه لي باتم اب، صديق تنبداو من التحت وتنطلعوا لي باتم اب، صديق تنبداو من التحت وتنطلعوا نشوفوا شنو هما الحلول، ماشي حلول اللي تتجي من الفوق وتتمشي تتفعل في المكان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب.